السلام عليكم متابعي قناة كليكت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم حنتكلم عن مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة التاسعة. طبعا هذا الفيديو رح يكون ملخص الحلقة، واللي بده يشوف الحلقة كاملة رابط الحلقة بالوصف أسفل الفيديو. والآن خلونا نبلش. بداية الحلقة شحاتة من كتر الضرب بقرر يعترف بكل اشي عمله مع صابر وزياد وعيد، وانه زياد مش ميت وانهم عملوا الحركة هادي عشان يلبسوا القصة لعضل الحرايري، وبقول للمحقق على مكان ممكن يكون فيه صابر وزياد وعيد، والمحقق هنا بيبعت عناصر الشرطة حتى تعمل تمشيط للمنطقة، وعمران بروح على السجن حتى يزور عبدالله وبقول له ان المحقق قدر يقبض على شحاتة، لكن عمران بحس ان عبدالله مش تمام فبقول له مالك يا عبدالله فيك اشي، وعبدالله بيعطيه الورقة وبقول له اقرأ اللي فيها، وهنا عمران متوتر وبتلبك وبقول له كذب انت اخوي كبد ابلغ عنك، وعبدالله بشوف انه عمران بتوتر فبيعرف وبيتأكد انه عمران اخوه هو اللي بلغ على مكانه، واسعد بروح لابو طلال وبقول له انه طلال ما له علاقة في قصة القبض على عبدالله، وابو طلال هنا بيرتاح ولكن بعدها بفكر وبقول له إذا مش طلال اللي بلغ عليه مين بده يكون؟ وهنا أسعد بضل ساكت، وأبو طلال بيفهم إنه قصده على عمران، وكريمة بتحكي لعمران إنها بدها ترجع على التدريس، وخديجة بتروح على المستشفى حتى تعمل فحوصات للحبل، وعز وأبو قمر بكون مبسوط إنه قمر عنده وبدللها، وفحوصات خديجة بتطلع إنه في عندها مشكلة، ولكن هاند المشكلة بتنحل، وبتفرح خديجة وبتروح على البيت وبتخبر عمران، والكل بفرح لها. لكن قمر لما بتعرف بتتضايق لانها بتكون خايفة انه خديجة تجيب ولد، وتصير قمر هي اللي ما عرفت تجيب الولد لعمران. وهذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكو، لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو ودعمنا باشتراك في القناة، اشوفك الفيديو الجاي، سلام عليكم. I'ma take you to an island. All I really need is timing. Mix a little Tanqueray with your love. Got me feeling all warm.